أسامة بن زيد. نحن الآن في السنة السابعة قبل الهجرة في مكة، ورسول الله صلوات الله وسلامه عليه يكابد من أذى قريش له ولأصحابه ما يكابد، ويحمل من هموم الدعوة وأعبائها ما أحل حياته إلى سلسلة متواصلة من الأحزان والنوائب. وفيما هو كذلك أشرقت في حياته بارقة سرور، فلقد جاءه البشير يبشره أن أم أيمن وضعت غلاما، فأضاءت أسريره عليه الصلاة والسلام بالفرحة، وأشرق وجهه الكريم بالبهجة. فمن يكون هذا الغلام السعيد الذي أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هذا السرور؟ إنه أسامة بن زيد. ولم يستغرب أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهجته بالمولود الجديد، وذلك لموضع أبويه منه ومنزلتهما عنده. فأم الغلام هي بركة الحبشية المكناة بأم أيمن، وقد كانت مملوكة لآمنة بنت وهب أم رسول الله عليه الصلاة والسلام، فربته في حياتها وحضنته بعد وفاتها، فتح عينيه على الدنيا وهو لا يعرف لنفسه أما غيرها، فأحبها أعمق الحب وأصدقه. وكثيرا ما كان يقول: هي أمي بعد أمي وبقية أهل بيتي. أما أبوه فهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، وابنه بالتبني قبل الإسلام، وصاحبه وموضع سره، وأحد أهله وأحب الناس إليه بعد الإسلام. وقد فرح المسلمون بمولد أسامة بن زيد كما لم يفرحوا بمولد سواه، فأطلقوا على الغلام الحب بن الحب. ولم يكن المسلمون مبالغين حين أطلقوا هذا اللقب على الصبي الصغير أسامة، فقد أحبه الرسول صلوات الله وسلامه عليه حبا تغبطه عليه الدنيا كلها. فقد كان أسامة مقاربا في السن لصبطه الحسن بن فاطمة الزهراء، وكان الحسن أبيضا أزهرا رائع الحسن شديد الشبه بجده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أسامة أسود البشرة أفطس الأنف شديد الشبه بأمه الحبشية. لكن الرسول صلوات الله عليه ما كان يفرق بينهما في الحب، فكان يأخذ أسامة فيضعه على إحدى فخذيه، ويأخذ الحسن فيضعه على فخذه الأخرى، ثم يضمهما معا إلى صدره ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما. ولما بلغ أسامة بن زيد أشده بدا عليه من كريم الشمائل وجليل الخصائل ما يجعله جديرا بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان ذكيا حد الذكاء، شجاعا خارق الشجاعة، حكيما يضع الأمور في موضعها، عفيفا يأنف الدنايا، أليفا مألوفا يحبه الناس، تقيا وارعا يحبه الله. ففي يوم أحد جاء أسامة بن زيد مع نفر من صبيان الصحابة يريدون الجهاد في سبيل الله، فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم منهم من أخذ، ورد منهم من رد لصغر أعمارهم، فكان في جملة المردودين أسامة بن زيد، فتولى وعيناه الصغيرتان تفيضان من الدمع حزنا ألا يجاهد تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي غزوة الخندق جاء أسامة بن زيد أيضا ومعه نفر من فتيان الصحابة، وجعل يشد قامته إلى أعلى ليجيزه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرق له النبي عليه الصلاة والسلام وأجازه، فحمل السيف جهادا في سبيل الله وهو ابن 15 سنة. وفي يوم حنين حين انهزم المسلمون ثبت أسامة بن زيد مع العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي سفيان بن الحارث بن عمه وستة نفر آخرين من كرام الصحابة،
فاستطاع الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الفئة الصغيرة المؤمنة الباسلة أن يحول هزيمة أصحابه إلى نصر، وأن يحمي المسلمين الفارين من أن يفتك بهم المشركون. وفي يوم مؤتة جاهد أسامة تحت لواء أبيه زيد بن حارثة وسنه دون 18، فرأى بعينيه مصرع أبيه. ثم عاد أسامة إلى المدينة محتسبا أباه عند الله، تاركا جسده الطاهر على تخوم الشام، وراكبا جواده الذي استشهد عليه. وفي السنة 11 للهجرة أمر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بتجهيز جيش لغزو الروم، وجعل فيه أبا بكر وعمر وسعد بن أبي وقاص وأبا عبيدة بن الجراح وغيرهم من جلة الصحابة، وأمر على الجيش أسامة بن زيد وهو لم يجاوز 20 بعد، وأمره أن يوطئ الخيل تخوم البلقاء وقلعة الداروم القريبة من غزة من بلاد الروم. وفيما كان الجيش يتجهز مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما اشتد عليه المرض توقف الجيش عن المسير انتظارا لما تسفر عنه حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أسامة: ولما ثقل على نبي الله المرض أقبلت عليه وأقبل الناس معي، فدخلت عليه فوجدته قد صمت فما يتكلم من وطأة الداء، فجعل يرفع يده إلى السماء ثم يضعها علي، فعرفت أنه يدعو لي. ثم ما لبث أن فارق الرسول صلى الله عليه وسلم الحياة، وتمت البيعة لأبي بكر، فأمر بإنفاذ بعث أسامة، لكن فئة من الأنصار رأت أن يؤخر البعث، وطلبت من عمر بن الخطاب أن يكلم في ذلك أبا بكر، وقالت له: فإن أبى إلا المضي فابلغه عنا أن يولي أمرنا رجلا أقدم سنا من أسامة، وما إن سمع الصديق من عمر رسالة الأنصار حتى وثب لها وكان جلسا، وأخذ بلحية الفاروق وقال مغضبا: ثكلتك أمك وعدمتك يا ابن الخطاب، أستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأمرني أن أنزعه؟ والله لا يكون ذلك. ولما رجع عمر إلى الناس سألوه عما صنع فقال: أمضوا ثكلتكم أمهاتكم، فقد لقيت ما لقيت في سبيلكم من خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما انطلق الجيش بقيادة القائد الشاب شيعه خليفة رسول الله ماشيا وأسامة راكبا، فقال أسامة: يا خليفة رسول الله، والله لتركبن أو لأنزلن. فقال أبو بكر: والله لا تنزل ووالله لا أركب، وما علي أن أغبر قدمي في سبيل الله ساعة. ثم قال لأسامة: أستودع الله دينك وأماناتك وخواتيم أعمالك، وأوصيك بإنفاذ ما أمرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مال عليه وقال: إن رأيت أن تعينني بعمر فأذن له بالبقاء معي. فأذن أسامة لعمر بالبقاء. مضى أسامة بن زيد بالجيش وأنفذ كل ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوطأ خيل المسلمين تخوم البلقاء وقلعة الداروم من أرض فلسطين، ونزع هيبة الروم من قلوب المسلمين، ومهد الطريق أمامهم لفتح ديار الشام ومصر والشمال الإفريقي كله. ثم عاد أسامة ممتطيا صهوه الجواد الذي استشهد عليه أبوه، حاملا من الغنائم ما زاد عن تقدير المقدرين، حتى قيل إنه ما رؤي جيش أسلم وأغنم من جيش أسامة بن زيد. ظل أسامة بن زيد لما امتدت به الحياة موضع إجلال المسلمين وحبهم، وفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلالا لشخصه، فقد فرض له الفاروق عطاء أكثر مما فرضه لابنه عبد الله بن عمر. فقال عبد الله لأبيه: يا أبتي، فرضت لأسامة 4000 وفرضت لي 3000، وما كان لأبيه من الفضل أكثر مما كان لك، وليس له من الفضل أكثر مما لي. فقال الفاروق: هيهات، إن أباه كان أحب إلى رسول الله من أبيك،
وكان هو أحب إلى رسول الله منك، فرضي عبد الله بن عمر بما فرض له من عطاء. وكان عمر بن الخطاب إذا لقي أسامة بن زيد قال مرحبا بأميري، فإذا رأى أحدا يعجب منه قال لقد أمره علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رحم الله هذه النفوس الكبيرة، فما عرف التاريخ أعظم ولا أكمل ولا أنبل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العبرة، العبرة اللي ممكن ناخدها من قصة سيدنا أسامة بن زيد والرسالة اللي وقعت في نفسي لما قرأت القصة، هي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا بيتعاملوا مع أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون تفكير في هل هي سنة ولا هي فرض ولا هي مستحب، ولا بيأولوها خالص، ولا بيقولوا أصل النبي ما قالش ده لازم، والنبي ما قالناش أنه يجب أن احنا نعمل كذا، فبالتالي احنا براحتنا، أو يقولوا ده أمر من أمور الدنيا فإحنا يعني براحتنا نولي اللي احنا عايزينه، وأصل دي مش عبادة عشان تبقى يعني لازم تكون مشروطة. أو توليت أسامة ده كان اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، كانش أمر من ربنا أصلا، لم يثبت عن ربنا إن هو اللي أمر. عارف أنت القصة دي؟ لا، تعاملوا مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم طالما صحيح، طالما هو قال فعلا، ما فيش حد يعني كذب عليه وكلام مرسل يعني، لا ده هو قال كذا، يبقى بعديها على طول سمعنا وأطعنا. طيب هل كل الصحابة كانوا في نفس المكانة دي وكان نفس المنزلة دي؟ لا، تفوتوا، فيهم اللي ما كانش عاجبه ان سيدنا أسامة يتولى، وفي اللي ما كانش فارق معاه، وفي اللي كان مصمم. يا ترى من القصة مين اكتر واحد صمم على تنفيذ امر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا ابو بكر. فسيدنا ابو بكر هو اكتر واحد كان مصمم على تولية سيدنا أسامة، وده مش لقناعته بقوة سيدنا أسامة أو شجاعته أو معجب به مثلا، لا، ده هو يعلم أن كلام النبي عليه الصلاة والسلام لازم يتنفذ، مراد الرسول الله صلى الله عليه وسلم لازم يحصل، اللي قاله قبل ما يموت لازم يتنفذ، وده دلالة على الحب والتقدير والاحترام والتوقير. وسيدنا عمر بيفكر وبيشغل مخه وخايف مثلا يعني يحصل فرقة ما بين المسلمين في الأمر، فخايف يعني ايه لا تحصل مشكلة من تولية سيدنا أسامة. لكن لما لقى ان القائد بتاعه اللي هو سيدنا أبو بكر مصمم على تنفيذ هذا الأمر، اذا سمعنا وأطعنا. دي برضو نقطة تانية، يعني ايه؟ يعني النبي عليه السلام هو اللي معلمهم كده، معلمهم ان كنتم ثلاثة فأمروا احدكم، يعني لو انا ماشية انا وبنتين من اصحابي لازم نأمر واحدة فينا، لو احنا في البيت وفي اسرة لازم نأمر واحد فينا، لازم يؤمر. يعني نأمر يعني نخليه هو الامير، اذا اختلفنا نرجع له وكلامه يمشي علينا. دي المدرسة النبوية اللي ربى فيها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أصحابه، وعلمهم آداب اللي لازم يتبعوها عند الخلاف. فحتى لو كان سيدنا عمر يعني ليه رأي تاني غير رأي سيدنا أبو بكر، فلما لقى مصمم خلاص، أنا عايزك تبقي كده في البيت، مين الأمير اللي في البيت؟ هو زوجك. إذا لقيتيه يعني بياخد ودي معك في الكلام خلاص، إذا لقيتيه مصمم فأمر، والأمر ده يعني مش هينبني عليه حاجة حرام أو هو مش حاجة حرام في ذاته، يعني إذا خلاص توقفي، مفيش نقاش، لا مفيش نقاش، مفيش جدال، لا مفيش جدال، مفيش تعب قلب بقى ورغي وأصل هو أصل مش عارف، أصله مش شايف، أصله مش فاهم، أصل أنا اللي فاهمة، أصل أنا اللي عارفة، لا الكلام ده كله مش هينفع، خلصت. أنت شايف إن إحنا نودي الأولاد المدرسة دي؟ أه. طب أنت استخرت؟ أه. خلاص توكلنا على الله. شفتي؟ كده تحقن المشاكل بالطريقة دي. وإذا برضو يعني أنت نفسك عايزة حاجة ومتوقعة مثلا منه الرفض، خلاص تعملي إيه؟ تصلي استخارة، تقول يا رب اللهم إن كان هذا الأمر خيرا لي في دينه ومعاشه وعقبة أمري خليه يوافق، وإن كان شرا لي في دينه ومعاشه وعقبة أمري فاصرفه عني. ثم تعرضي على الأمر بمنتهى الأدب، يا فلان انا كنت عايزة اعمل واحد اتنين تلاتة، ايه رأيك؟ ولا ايه؟ يعني انت حابب ده معايا ولا بلاش؟ يعني ما تخشيش دخلة لا انا عايزة كذا، لا اصلا هو ده، لا ما تخشيش الدخلة دي، ليه يعني هو احسن مني في ايه؟ لا هو امير، هو امير، هو امير، انت اللي امرتي، انت اللي خدت القرار بانك انت تأمري عليك وعلى بيتك، خلاص خلصت، مش عاجبك موضوع تاني، بس هو امير.
وشوف الصحابة مش عاجبهم سيدنا أسامة لصغر سنه، وبرضه ده لسه ما عندوش الخبرة اللي عندهم، كان عندهم الحتة دي برضه، ومع ذلك رضيوا بأمير. ليه؟ لأن اللي أمروا عليهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، برضو أنتي اللي أمروا عليكي هو ربنا سبحانه وتعالى. فخلص خلصت، هي قضي الأمر، طالما أنتي رضيتي بزوجك إن هو يكون زوج وأول أولاد يبقى ده معناه إنك أنتي رضيتي بأمير، وطالما هو ما بيأمركش بحرام إذن سمعنا وطعنا. يلا جهزي الشنطة عشان نسافر. حاضر، طالما السفر ده في حلال يلا عشان نروح. ماشي يلا. طب مش هنبات لبكرة؟ لا يلا، يبقى يلا. ما تنيش كلمة؟ لا ما تنيش كلمة. هديك عندك اهو قصة أسامة ابن زيد مع سيدنا أبو بكر مع سيدنا عمر. القصة دي جايانا برسالة سامعنا وأطعنا لولاة أمورنا. سامعنا وأطعنا حتى لو مش مقتنعين، سمعنا وأطعنا طالما الأمر ده يعني حلال مش حرام. سمعنا وأطعنا بتحقن الخلاف، فيها بركة. عشان كده ببركة انقياد الصحابة لقائد يعني لم يتجاوز سنه 20 سنة، متخيلة يعني فولة جامعة يسمع كلامه عميد الجامعة، متخيلة الموقف؟ فبالبركة دي غنيمة سيدنا أسامة ورجع أسلم جيش، نالوا غنيمة ما حدش نالها قبل كده. فطاعة أولياء الأمور فيها بركة، فيها بركة. الست اللي بتطيع جوزها بيتها في بركة والله. الست اللي لا تنازع زوجها قيادة البيت بيتها في بركة. فنسأل الله أن يرزقنا بقلوب طائعة لله ورسوله وموقرة لأوامر الله ورسوله، تناقش وتجادل وتفهم وتسأل، بس إذا عرضت لها آية، عرض لها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقول بعدها على طول سمعنا وأطعنا. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.